بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن عن تضامننا مع أهلنا في العوامية وفي المنطقة الشرقية الذين ينالون الأمرين من الهجوم البربري الذي تقوم به جلاوزة السلطات آل سعود عن طريق محاصرة مناطق العوامية والإغارة عليها بكل أنواع الأسلحة والقذائف، بحيث أصبحت مناطق حرب وغير 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 قادرة على أن تكون مناطق سكنية للأهالي. هذه جريمة من جرائم نظام آل سعود، وتعتبر من ضمن جرائم الحرب، تضاف إلى جرائمه في اليمن والاعتداء على شعب البحرين عندما جلب قواته لغزو البحرين وهدم المساجد. اليوم أخواننا وأبناؤنا في العوامية صامدون ولن يستسلموا أمام هذه البربرية التي يقودها النظام المتخلف الحجري نظام آل سعود. وجدناهم صابرين ومحتسبين، وهم يدافعون عن بيوتهم ومناطقهم أمام كل ما يقوم به هذا النظام. قدموا العديد من الشهداء، ونحتسبهم إن شاء الله في مراتب العلا أمام الصادقين والعليين. الشعب في العوامية كما نخبره شعب معطاء، وسوف يقاوم حتى أبد.